ايس كريم كيوجد ساعته فوبيه وكليه، ايه فيها ثلاثة المكونات، شنو هما؟ عندي رابعة اختي ديال الفريز. من بعد ما غسلت ذات الفريز مزيان وقطعته مربعات صغار ودرته اختي في المجمد، كنديرو في المجمد حتى كيجمد ليا شي شويه، ماشي كيجمد تيولي حجره، المهم كتقطعيه بالموس كيتقطع ليك. ايه وعندي 4 المعالق ديال السكر سنيده، وعندي 2 ديال البيض البيض، 2 ديال البيض البيض. كناخد الخلاط ديالي، الضرب ديال البيض ايه باش كنطلعو الكريمه، ماشي الخلاط، ماشي الكاس ديال الخلاط. وكنضرب اختي هاد المقادير كاملين، الفريز والسكر والبيض، وكنبقى نضرب حتى كيتضاعف الحجم ديالو وكيتغير اللون ديالو، لان في الاول كيكون الفريز احمر، وحيت كتضربيه مزيان بالضرب كيتضاعف قلت لك الحجم ديالو، اللون ديالو كيتبدل كيولي بحال هكا غوز هكا. صافي اختي سناء، وها الايس كريم ديالي واجد، كنقدمه ان شاء الله في الكؤوس ديالي، ومن بعد كنحك واحد شويه ديال الشوكولاته من الفوق هكا، ولا كندير داك الشوكولاته شعره الشكلاط هكا ايه على حسب حسب الرغبه هادشي حبيبتي، اللي كاين، ولا طريفات ديال الفريز اي ولا واخا طريفات، المهم تزيين حسب الرغبه اللي عندك. انا شتي اختي سناء راه كنقضي بالموجود عندي في هادشي اللي الدار، كاين، ورا اي واحد فعلا خصو يخدم بداكشي اللي اه عنده في الدار باش ما داك يخسرش. الشيء اللي بصح عندي في الدار كنخدم به. ميت راديو.